يمشي للقطنية كيركلو الضو، كيمشي للسمك كيركلو الضو. والدولة باش تحل المشاكل دائما كترفع الدعم على المواد الأساسية وكتزيد تحط الثقل ديالها على المسكين والبوفري. إلا عترفع الدعم زيد في الأجر. الحكومة خايف تعطف على المواطن ديالو، تعطف علينا، راه حنا ما عندناش. الباعة اللي كيبيعوا يشربوا هاد السوق طابلة خاوية، علاش؟ طاب راس المال على يدو. السلعة دابا السلعة حالية كيجيبوها بكريدي من عند الناس. هاد جانا ما نعمل. مرضي كنعاودو المارشي، المارشي كلشي السلعة كاملة غالية، كلشي كيتكب على السلعة، كاملين كيبقاو يتخاطفوا على السلعة. ملي كنطلعو للسوق نزل السلعة في السوق كتجبر في السوق كتجبر الصندوق اللي شريتي كتجبرو فيه واحد مثلا واحد 3 ولا 4 كيلو د الخمش، هادي الأولى. وكلية اللي كتبغي تبيع وتشري معاه ما خصوش، كتجي الحاجة غالية وما خصوش يدير يدي مثلا رقيقة غليط، خصو يديها اللي عجباتو، واللي عجباتو راه غالية ما كايناش ما يجبرهاش. واحد 6 كيلو ولا 7 غيم جوج صنادق جبرنا واحد 6 كيلو تقريبا، هادي سيبناها كاملة فزدت. علاش بيع وشري ما كايناش السوق عيان؟ كيجي عندك واحد 60% تقريبا كاملة كتدي بكريدي، كيجي كيقول لك اصبر باقي ما تخلصتش اصبر عليا وكذا وهادي وما عندك ما تعمل كتشوف تتعيا يعني ما يعني مش غتخدم معاك بكريدي. هو يخدم الا ما خدمتيش بكريدي تبقى جالس صافي النهار كامل تبقى ناعس هنا. كاينش اللي وصل عندك ضروري تتعامل بكريدي، وكاين اللي كيخلصك كاين اللي كيدير لك وكاين اللي كيقول لك اودي انا ما كتقول له الله يسامح وصافي وكتقضي غير فهمتي. السميدات زاد كانت ب 8 دراهم 7 دراهم كاع 6 دراهم كنا كنبيعوها، ودابا ولات ب 10 دراهم 11 دراهم. كيفاش ما بدون الزيت 53 درهم، دابا ولات 90 درهم تقريبا حتى 87 درهم، يعني الزياده في الاسعار بزاف والصالير ما كاينش اللي كيشوفوا. هذا هو اللي كاين. الدرويش مقصح حتى الحاله يرسلها، ما كاينش زعما الدرويش راه مضروبه تيتلاقى. يمشي للقطنيه كيركلو الضو، كيمشي للسمك كيركلو الضو، كيمشي للمواد الاساسيه اللي عند التاجر غير الزيت، زياده الزيت، زياده السكر. كاين ناس اقسم بالله العلي العظيم تيبكيوك اش يبكيوك مره نهائيا ما كاينش بعض الحالات والله ما كاينش انسان هذا واقع مع هذا الدرويش واقع مع باتيتو راه غتنوض كارثه العظمى. غادي يموت بالجوع. هو شحال نقول لك كما كيعرف العالم هذا الازمه ديال زياده الاسعار ما كاينش غير في المغرب، راه كاين في العالم كامل. والسبب الاول والسبب الرئيسي ديالو هو كورونا والازمه ديال الفيروس كورونا والاغلاق اللي وقع في الاوائل ديال 2020. كما كنعرفوا ملي جات كورونا بزاف ديال الدول المتقدمه والدول الصناعيه فحال الدول ديال الغرب وفحال الصين فحال اليابان فحال الامريكان عطاو مساعدات ديال الدول الناميه وغالبا الدول الافريقيه والقاره الافريقي وكذا. هذوك الدول ملي صاردوا لهم ديك المساعدات ديك الدول ما كتصدرش، ديك دول استهلاكيه. ولهذا فالشركات ديال النقل واللوجيستيك ما قدروش يجيبوا ديك لي كونتينر خاوين، يعني السلعه اللي كنتي كتجيبها بواحد الثمن من شي دوله اخرى عاد تزيد على ديك الثمن باش تجيبها. ويعني المشكل ديال المغرب بالخصوص يعني حتى الدوله عندها يد في هذا الشيء هذا، حيت كما كنعرفوا حنا في المغرب هذه سنين حنا كنعانيو من العجز في الميزانيه فهمتيني. والدولة باش تحل المشاكل دائما كترفع الدعم على المواد الأساسية وكتزيد كتزيد كتزيد تحط الثقل ديالها على المسكين والبوفري. إلا عترفع الدعم زيد في الأجرة، زيد في الأجرة وارفع الدعم. حنا كنعرفوا الصالير ديال المغرب، والغريب في الأمر أن المغرب عنده الحد الأدنى للأجور كيخدم به كل شيء، هو ما المفروض يكون الحد الأدنى. واش فهمت؟ يعني المفروض الشركات يكونوا كيخلصوا اكثر، ولكن هذه واحد العلامات استفهام ما عرفناش شكون اللي عايش يجاوبنا عليها وشكون مسؤول عليها. تنجيب كل شيء من المارشي، الغلاف المارشي بزاف. مي تنجيبوا السلعه تنجلسوا معاها هنايا، حتى الكره والله ما تنجبروا باش نخلصوا، حتى الكره. ماطيش عملت 100 درهم 14 فرنك للصندوق. كنا تنجيبوها ب 70 درهم 60 درهم، البطاطا كنا تنجيبوها اسمع كنا تنجيبوها 170 دابا 250 270 طاطا. الحكومه خايف تعطف على المواطن ديالو، تعطف علينا راه حنا ما عندناش. هو ام الكرا دابا تقول لي خلص لي الكرا، والله ما بخلصه
وعاد ما تولي جد العواول. اقسم بالله لا ما تولي جد العواول بنتي وولدي. نسمه البصل كان مور الثمن ديالها 3 دراهم جوج ونص، دابا وصلت البصل 4 ونص 5 دراهم. نسمه الماطيشه وكذلك 3 دراهم جوج ونص، وصلت عاود 5 دراهم على حسب السلعه. نسمه عاود مثلا بحال الفلفله بحال الدبنجال، الدبنجال كان جوج دراهم جوج ونص وصلت 5 دراهم. الفلفله كانت 4 دراهم وصلت دابا 8 9 دراهم. هذا كيدل ان هادشي هذا ماشي من غير كيفاش شي بالخير. هادشي هذا كنطلب الله عز وجل يرحمنا بالرحمه ديالو، وكنحملوا مسؤوليه احسن الدوله. حتى الدلوه كتزير هذا الدرويش بزاف، الله يحسن لها. كنا كتشوف هاد الشوره راه معروفين، انا كل عام راه كنقوزو مقاصحين، وانما الدوله كتحمل المسؤوليه. علاش؟ لان كتشوف الدرويش الله يحسن لهم ومواد غذائيه كتحمل المسؤوليه. الاسعار اللي عرفت يعني تزادت تقريبا 30% في كل شيء، لا في الزيت ولا في الطحين ولا في المواد الغذائيه، كاملين كنعرفوا الاسعار اللي تزادت. الشعب المواطن فقير، راه لقينا شي فقراء، شي حاجه قلب فقراء، عيب وعار. المواد الغذائيه كامله زايده، والمازوت وصلتين 11 درهم، اذا فين وصل هادشي هذا؟ الراي ديالي بالغلاء الاسعار حاليا دابا انسان اللي عنده جوج الوليدات غير جوج العواول، جوج العواول نجيبو ب 100 درهم للسوق، كتجي للسوق كتلقى البطاطا ب 3 درهم. الفلفله خضره كنا كنعرفوها كتسوى بجوج درهم 250 دابا 8 درهم. الدبنجال ب 6 درهم. الجعده 5 درهم، ماتيشا 6 درهم، الليمون 8 درهم. يعني من البطاطا حتى الاخر ما يمكن في الخضر والفواكه كلها مرتفعه ارتفاع مهول. الباعة اللي كيبيعوا يشريوا بهذ السوق طابله خاويه، علاش؟ طاب راس المال على يدو. شحال هذا كنت كنشريوا هذ الخضره؟ كنت كنشريوا ماتيشي بجوج دراهم، بطاطا بجوج دراهم، فلفل على اقل لا غلات بزاف 3 دراهم. دابا حنا حاليا كنخاصوا هذ الفلفل هذه ب 6 ونص ب 7 دراهم، كنبيعوا هنا في السوق 8 دراهم، ما كاينش الشاري اللي يشريها. لا حسن العام الناس ما خدامه على قد الحال. السلعة دابا السلعة حاليا كيجيبوها بكريدي من عند الناس. عاد جانا ما نعملوا. طلبوا الله المسؤولين يدخلوا لنا في هادشي هذا، وشوفوا لنا اسرع الوقت. بنادم كلشي كيتشكى وهادشي بزاف، بنادم كاري. لا حسن العون. كتشوفوا هاد المرحلة السوق كيفاش عاملة خوس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.